بتحس شويه بالغيرك تحب روحك تكون انت موجود في الصوره في الوقت هذا معناها الفتره زي هذه ما كانتش في الفتره معناتها تكون انت محب تكون موجود معناها. شوف انا قمت بواجبي مع جمعيتي وخدمت بقلب ورب وعادينا الناس وغرنا على الناس وفكينا وعملنا وضربنا وعاركنا. لحظة سيحن ما تتعديش كيفاش غرتوا على الناس غروا مالا وفكينا مالا فما شويه بطويات غرت عليهم فكيت شو معناتها نغور معناها نفك مع حاجه مش متاعنا. انت قلت انا ما قلت لا شو معناتها نغور معناها جي انت مثلا بطوله تبدا الناس هارب عليك وتتامر عليك وتغور وتغير وتتحرك الناس وتتاقف الرجال ونهزوا البطوله معناها وقتاش هذه من احسن الالقاب اللي خذاتها الترجي في احسن مقابله على الاطلاق في تاريخ الكره التونسيه 2000 ترجي والنجم الرياضي الساحلي ثم ما لا يقل على 18 ولا 20 لاعب دولي موجود فوق الميدان. كان نعطيك التشكيله نتاع النجم الرياضي الساحلي اللي لعبت الدوخ. اعطيني حاجات ملموسه كيفاش كيف مش بالكلام على كيفاش غرت وفكيت شو شديت تو في غور هي عجبتني كلمه يا سيدي نبدلوها فزعه نفزعوا شديتني في كيفاش خليها هي لا لا هاني قلت لك غور غور مالاش نعمل ربع ايديا انا كي نلقى ناس متآمر علينا وناس تكمبن ضدنا وكذا واحنا ساكتين وهما ديما الناس تشكي واحنا ولا طارجي وهكي ما توا انا توا اخوي قاعدين نربحوا والناس ديما تشكك في انتصاراتنا ما خليناش نفرحوا معناها رايدين هك شفت معناها مثلا مقابله نتاع كره اليد لعبنا مقابله عاديه معناها مع النجم الرياضي الساحلي فريق كبير فهمتني يجي رئيس الاتحاد نتاع كره اليد ويجمد نشاط الحكم شو معناتك يجمد نشاط الحكم معناها الحكم كان هو سبب في الانتصار نتاعنا هنا مشينا ثلاثة ايام من بعد مشينا لسوسه ولعبنا مباراه يعني ماهيش معقوله حياه اللاعبين مهده والحجر وكذا وفزنا على النجم ما نقصش من قيمه النجم لكن ديما مباريات الترجي فيها هال الجانب نتاع الاثاره ما حبيتش جاوبني ولا لا باش نرجع لها بربي خاطر هو قال حاجه قال حاولوا يغود علينا هذاك شنو حاولوا يفكوا لك المعروف كونه سليم شيبوب هو اللي قال كونه يفك لا ابدا يا راجل اي شنو فكوا لك 2002 شنو فكوا لك مثلا لا ما قلتش فكوا لا معناها حاولوا يغوروا علينا وتامروا علينا يا حبيبي نعطيكم انا حيثيات باش نرجعوا نرجعوا حاجات صاروا ما نعطيكش حتى شيء صار الحاجه اللي نعطيها لك اللي احنا كنا موجودين وما خلينا حتى حد ياخذ لنا حقنا الحاجه اللي تو قاعدين يبيعوا فيها وانتم تساعدوا من حين لاخر في الاعلام ما تذكروش الجيل هذا اللي مغروم بالكوره تذكروا اللي يتقال على الترجي وتحكيم رانا كنا نلعبوا بحكام اجانب يرحم والديكم ما كناش نلعبوا بحكام توانسه كان المباراه الكبرى المباريات الكبرى سيسلي سامحني عايش النادي الصفاقسي نلعبوا بحكم تونسي لا المباريات الكبرى تتلعب تحكم اجنبي سيسليم انا وانت نعرفوا اللي البطولات ما تتربحش كان ضد الفرق الكبرى الفرق الصغرى زاد مهمه المقابلات نربح حمام نلف معناها يلزمني انا على الترجي بطل افريقيا كان سمي لك اي تشكيله من التشكيلات اللي لعبت بهم انا من 94 وقت اللي عملنا الفريق بتاعنا 93 حتى ل 2004 سمي لك اي تشكيله هذيك يلزمني انا حكم يجي يعاونني سي سليم ديبلاسمون بنزرت في بنزرت ماهوش سهل ديبلاسمون باجا في باجا ماهوش سهل مستير في مستير ماهوش سهل لعبنا بالحكام الاجانب باجا لعبنا عادة لعبنا بالحكام الاجانب مع باجا لعبنا في الدور نصف النهائي مع باجا بحكام حكم اجنبي في المباراة اللي توقفت في المباراة اللي بعد انا ما نحبش نبخس حق الفرق هذية لكن الفرق الكبيرة اللي تقول والله انا كنت لكن ما خلونيش ثم فرق ما كانتش اصل تنافس معايا في البطولة كنت انا والنجم فقط مدة سنوات انا والنجم جي ثم يجيك فريق يقول لك احنا والله ما خلوناش مين خليك؟ تاتي على 20 نقطة و15 نقطة ماكش معايا. فهمتني احنا اتفقنا يا سيدي نجيبوا حكام اجانب ولينا ضربة ضربتين معناها الطيارات ماشية تجي، بعد قالوا لا سيم شيبوب عنده علاقات في ايطاليا. عندك علاقات في ايطاليا؟ ما عنديش عندي علاقات في العالم. بعد قالوا ايطاليا لا. اي نحينا من الطليان جبنا من فرنسا قالوا فرنسا يزي صحاب انتو بلاتيني جبنا اي مثال جبنا من هولندا جبنا من اسبانيا جبنا من حكام العالم اجمع كلنا اللي ترافيه اللي يجيبوه توا ما وصفرنا دور نهائي
واعطاه ضربة جزاء النادي الافريقي في الدقيقة 91 وسجلها النادي الافريقي وسجلها وسجلنا احنا في الدقيقة 119 من بعد حسين القابسي بوت هذاك معناها امبيوت جاك جوارات وقت اخر العام جوارات تعبين كله في جويلية تلعب الفينال هذا ما نحكيلكش الجوار للكلوب افريكان يعمل ايفوريتي حكرام جوار سبيرونس في الاخر يعمل ايفوريتي حكرام حسين وقت اللي خذ الكره في النيفو دي 20 متر شدته ساقه ديجاج الكره باش تخرج لبرا باش ينجم يداوي جوارات يبوسوا به مش عارف علاش